حول الموضوع شدد توفيق ركاني رئيس تحرير جريدة كردستان نيوز خلال اتصال هاتفي مع أخبار الآن على ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان كونها تشكل خطرا على النسيج الاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي. في الساعات المتأخرة من ليلة أمس أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا ذكر فيها أن الوضع والخطر الذي يتعرض إليه الإقليم وبغداد يستوجب على الكل تحمل المسؤولية ووقف إطلاق النار، لأن في هذه الحرب لم يكن طرف منتصر على الطرف الآخر، لأن هذه الهجمات وهذه المشاكل سيؤثر على النسيج الاجتماعي بين المكونات الشعبية العراقية. البيان كانت تتضمن البيان ثلاث نقاط رئيسية: الأولى وقف هجمات القوات العراقية باتجاه أقليم كردستان وتقدمهم، وثانيا تجميد نتائج الاستفتاء، وثالثا بدء الحوار على أسس الدستور بين بغداد وأربيل. هذه التصريحات أو هذا البيان يأتي في الوقت الذي يصفه حكومة أقليم كردستان بالخطر على الطرفين، الطرف العراقي وكردستان العراقي.